البطاطس بتاعتنا ندخلها في الفرن حبيبي ده كده ونشيك عليه ناره شديدة. مقادير البطاطس المشوية بالزعتر على الشاشة. معايا بطاطس بتقشرها جاهزة ومحطوطة في مية بس من غير ملح. ومعانا شوية زعتر، معانا فلفل ألوان، معانا البهارات بتاعتنا، ونشوف نعملها مع بعض ازاي مع زيت زيتون وزبدة. المقادير على الشاشة. بطاطس مشوية بالأعشاب. هناخد البطاطس دي كده بالشكل ده كده ونقطعها كده. ممكن تعملها مقلية، تعملها مشوية زي ما انت حابة. البوتاجاز بتاعك ما فيهوش مكان، حطها في الفرن. عايزة تقليها في الزيت تقليها. الله أكبر. اهو قطع البطاطس مكعبات كده تقريبا يبقى الحجم واحد. شايف الكفتة بدأت تبين شقاوتها ازاي؟ بص انا عارف انك بتحب الحاجات الحلوة دي، انا عارف بتحب الشقاوة البطاط الكفتة وهي في الزيت، بس انا هدلعك، انا عارف انت عايز ايه. هنعملها بطريقة دلوقتي لطيفة وحلوة، دخلها الفرن، وصل لك فكرة حلوة. تقدم البطاطس بشكل جديد زي ما هي كده، تبدأ تحط عليها البهارات، شوية الزعتر الحلوين. شفت ده كده؟ هو ده البطاطس دي. في مطاعم بتعملها بتقدم الطبق بالشيء الفلاني. حلو؟ ده زعتر. الزعتر ده مفيد جدا، بيعطر المعدة ويخلص المعدة من الحاجات والفضلات. شايفين الزعتر في قلب البطاطس حلو ازاي؟ حلو. ناخد الفلفل ده كده، الأطفال هنا بقى يحبوا الألوان دي مع البطاطس، مش متعودين دايما ياكلوا بطاطس ايه ما فيهاش الخضرة دي. هنحط على الفلفل ده كده ألوان يخش مع البطاطس دي، وندخلها الفرن في درجة حرارة 180. فلفل أخضر على فلفل أحمر على أصفر زي ما أنت عايزة، مع شوية أعشاب حلوين. ولكن هدف النهاردة إن أنت بنفس الماتيريال أو بنفس المكونات اللي عندك، سمك فيليه قشر بياض، جبنة عملناه كفتة، عندنا سمك بولتي. الله، شفت الحلاوة دي كده؟ زي الفل. هناخد البطاطس دي نحط عليها شوية زيت زيتون وندخلها الفرن. خلي بالك بنغرف الكفتة بتاعتنا الحلوة دي كده، زيت زيتون، بهارتنا شوية ملح وشوية فلفل. هنعتمد على الأعشاب عشان لسه في شغل في الكفتة بتاعتي. الله، يلا بينا، يلا بينا على الفرن نشوف الشقاوة. يلا بينا. درجة حرارة الفرن عندي 180. يلا يا حبيب. اللهم صل على النبي. لا وبعدين بطاطس طلعت، نزلت بطاطس، ولكن بنقدمها بشكل جديد وبطعم جديد. هندخلها الفرن بالشكل ده كده. الله، يلا بينا. زي الفل، نعمة. البطاطس عندي في الفرن الوقت طبعا سرعنا، بس انا عايز اوصل لك فكره حلوه. البطاطس في الفرن شوفها اهي، دي عايز لها تقريبا كمان للامانه 20 دقيقه هتاكل بطاطس كريسب برضو مشويه بالاعشاب والزعتر، حاجه غير المقليه، لطيفه وجميله. تحب تطلعها؟ ممكن اطلعها، ما فيش مشكله، زي ما انت عايز. هنحطها هنا عشان برضو الساده المشاهدين يشوفوها. حلو. انا ممكن اعملها مقليه في الزيت، بس انا مش عايز تبقى هي شايله زيت. شفت البطاطس دي؟ دي زي ما هي كده تتشوي، معاها اعشاب، معاها فلفل الوان، والاطفال للامانه بيحبوا الالوان، واخدين على شكل الالوان والرسومات. لما يلاقوا طبق زي ده على السفره بالتاكيد هيسالوا مامتهم ويقولوا لها انت عملتيها ازاي. يعني اقول باختصار شديد